اهلا بحضراتكم. اكيد كلنا بنشوف الانجاز اللي بتعمله حياه كريمه في كل القرى والمناطق الاكثر احتياجا، سواء بقى بنتكلم عن اعمال تطوير وانشاء مجمعات صناعيه، مدارس، مستشفيات، مشروعات تنمويه. كمان شفنا اللي تم عرضه خلال افطار الاسره المصريه حول الجهود اللي بتتم في هذه المبادره الرئاسيه حياه كريمه. خلونا نعرف ايه اللي بيتم على ارض الواقع من الاستاذ مصطفى زمزم، احد سفراء حياه كريمه ورئيس مجلس امناء صناع الخير. يا استاذ مصطفى صباح الخير. صباح الخير يا فندم، اهلا وسهلا بحضراتكم. يا اهلا بحضرتك. بالتاكيد مشروع كبير وفي تفاصيل كتيره وفي صعوبات كتيره هنتكلم عنها كلها بالتفصيل، لكن خلينا نبدا عن ما تم في حفل افطار الاسره المصريه. خليني في البدايه اشكر حضرتك طبعا على التنويه والاهتمام بالجزئيه الخاصه باللي تم في عرضه من السيد الرئيس في افطار الاسره المصريه. والحقيقه هنا ده يمكن احنا بنعتبره إنجاز كبير وتاريخي في دور العمل المجتمعي والعمل الأهلي بتدشين التحالف الوطني للعمل الأهلي، وده يمكن يعني بلورة لكل إنجازات وتشاركات وتعاونات اللي بتحصل ما بين المجتمع المدني والقطاع الخاص والدولة. التحالف الوطني يمكن منذ شهرين بدأ مجموعة من الاجتماعات داخل الغرفة المركزية لحياة كريمة، وهنا احنا يمكن بنشيد بالدور المميز للشباب الغرفه المركزيه ومؤسسه حياه كريمه وكثير من الشركاء. الحقيقه بنضم اكثر من 23 جمعيه من كبرى الجمعيات الاهليه النشطه، كمان انضم الاتحاد العام للجمعيات الاهليه بالاتحادات النوعيه والاقليميه له على مستوى الجمهوريه اكثر من 30 اتحاد، وده شيء اضافه كبيره جدا ان كل الجمعيات الاهليه الكبرى ومختلفه الانشطه وذات السمعة الطيبة أيضا في ممارساتها التنموية على أرض الواقع بيجتمعوا على ترابيزة واحدة، قواعد بيانات موحدة وأيضا استهدافات لمجالات التنمية المستدامة سواء في قطاع التمكين الاقتصادي أو التمكين الاجتماعي أو الطبي أو البيئة أو التعليمي. كل هذه القطاعات يساند المجتمع المدني دور الدولة فيها. الدول على مستوى العالم لا تستطيع التنمية والإعمار والصناعة بدون مشاركة من المجتمع المدني، مشاركة جادة وفعالة، وده الحقيقة اللي بيقوم به المجتمع المدني. المجتمع المدني في شهر رمضان الكريم تقديم حزمة من المشروعات الاجتماعية والحماية الاجتماعية ما يقرب من 2 مليار جنيه، وبالتالي هو قوة كبيرة في المجتمع المصري. القطاع الخاص والقطاع المصرفي بيدعم بقوة من دور في إطار دور المسؤولية المجتمعية، والحقيقة بقدم لهم كل الشكر لانهم كمان بيدرسوا كل مشروعات الجامعات الاهليه وبينسقوا مع اجهزه الدوله، وبيكون في مخرجات جيده لدى المواطن المصري. احنا بنستهدف ما يقرب من 7.5 مليون زي ما السيد الرئيس اشار ان التحالف الوطني بيعمل على تقليل الفجوه ما بين الاسر في شريحه تصل ل 7.5 مليون، وده عدد ليس بالقليل، بنعتبرهم الاكثر احتياجا على مستوى المحافظات وفي اطار المبادره الرئاسيه حياه كريمه. فبنقدر كمان نعمل ابحاثنا ونسجل ده من خلال قاعده بيانات موحده داخل الغرفه المركزيه لحياه كريمه، وده اللي بيعمل الحقيقه توثيق لكل العمل وعدم ازدواجيه وعدم تكرار للخدمه. فالنهارده كل جمعيه من الجمعيات المشاركه او اعضاء المؤسسين للتحالف الوطني قادرين يكونوا على قاعده موحدة، قادرين يسجلوا بيانات المستفيدين، ما بنكررش الخدمات، بندرب ونبني قدرات الجمعيات القاعدية اللي هي أكثر من 55 ألف جمعية على مستوى الجمهورية. وهنا الحقيقة بشيد بدور وزارة التضامن في الدعم، ويمكن السيد الرئيس كمان طلب مشاركة ودعم من وزارة التضامن ومن المجلس القومي لحقوق الإنسان، وموازنة تقدر بحوالي 9 مليار جنيه بيعمل عليها الاتحاد الفترة القادمة. وده شيء احنا ان شاء الله يعني مستبشرين بيه خير، ان بينقل كمان دائره الاهتمام بين اجهزه الدوله وبين المجتمع المدني والقطاع الخاص لدى اعلى سلطه في الدوله. قمه الهرم والقياده السياسيه بتتعامل بشكل مباشر مع المجتمع المدني في تحقيق اهداف وتوطين اهداف التنميه المستدامه. مؤخرا تم افتتاح مركز للتنمية المستدامة لدعم المرأة وتقديم خدمات للمرأة، لو تكلمنا أكتر عن المركز ده. الحقيقة ده مركز مهم جدا، احنا بدأنا في سلسلة من المراكز، مركز استدامة، وده مركز احنا بنبدأ نشتغل مع السادة المحافظين على مناطق كان منتشر فيها الحرف اليدوية والتراثية لفترة طويلة،
والحقيقه من بعد 2011 تراجعت الحرف اليدويه والتراثيه لقله الخامات، لعدم التسويق الجيد، لعدم المتابعه، فالحمد لله بداناها من الفيوم بمصنع سجاد يدوي في قريه دار السلام مركز يوسف الصديق في الفيوم. والحمد لله المصنع ده من اكثر من سنه وانتاجه الان انتاج مميز جدا، وان شاء الله بنعمل على اتفاقات لتصدير الانتاج بتاعه. بيعمل اكثر من 260 اسره تحت التدريب والتشغيل، وهنا الحقيقه بنرفع كفاءه الاسر كمان وابنائهم عشان خاطر نبدا نوزع في القريب العاجل الانوال والمشروعات الخاصه بالسجاد والكليب والمنسوجات اليدويه على منازلهم. فاتنقلنا بالفكره الحقيقه مع السيد محافظ الجيزه على مركز البدرشين في قريه نزله الشوك، وعملنا مركز متكامل دورين. في كمان اضافه جديده شويه بدانا نضيفها عن الفيوم، ان احنا لقينا في احتياج في القريه او القرى المجاوره لمركز تعليمي، لمركز كمبيوتر، لبعض الخدمات التعليميه. اضفنا ده للانوال اللي جبناها، ونقلنا صناعه السجاد والكريم والمنسوجات اليدويه من اخميم في سوهاج الى البدرشين، وده لاول مره بتحصل الحقيقه في الصعيد او في محافظه الجيزه بشكل محدد. الحمد لله بنعمل دلوقتي على 100 اسره في القريه، هندرب كل 3 شهور، الانتاج بتاعهم بعد 10 ايام كان طلع. بدانا الحمد لله نتفق على بعض المعارض السابقة داخل مصر وخارج مصر عشان نصدر منتجاتهم. مؤسسه صناع الخير هي المسؤوله عن التدريب وتوفير الخامات وتجهيز المراكز الاستدامه. عظيم. هننتقل ان شاء الله لمحافظه اسوان لانشاء 12 مركز من مراكز الاستدامه عشان اهالينا في النوبه واسوان وغرب اسوان نبدا نشتغل على تطوير الحرف اليدويه والتراثيه بتاعت اسوان. اسوان شويه الموضوع كان تاخر لفتره طويله عشان السياحه من جهه، عدم التسويق الجيد من جهه اخرى، لكن ان شاء الله احنا من بعد اجازه العيد مباشره هنكون ان شاء الله بنشتغل في 12 مركز في اسوان. استاذ مصطفى، انت ذكرت دلوقتي قلت لقينا في احتياج في الفيوم، هل دي السياسه المتبعه ان احنا بنشوف الناس محتاجه ايه؟ وايه اكتر حاجه الناس كانت محتاجاها في القرى اللي دخلت فيها حياه كريمه وتم تطويرها؟ كلام حضرتك سؤال ده مهم جدا. احنا الحقيقه بتدخل المبادره الرئيسيه حياه كريمه بتشتغل على مشروعات البنيه الاساسيه والتحتيه، وبتشتغل على المجمعات الحكوميه، وبتشتغل على المدارس وتوصيل الانترنت والكهرباء والميه، كافه المشروعات القوميه الكبرى. وهنا ميزانيات تتعدى 800 مليار جنيه في ال 4500 قريه. المجتمع المدني دوره بعد الجزء ده بالتعاون مع حياه كريم وكل شركائنا في التحالف الوطني، ان احنا بنبدا ندرس الاحتياجات التنمويه والتمكين الاقتصادي للاسر، وهنا ده دور مهم جدا للمجتمع المدني. والحقيقه احنا يمكن ده بنعمله في صناع الخير بشكل مباشر، كل القرى اللي تم فيها مشروعات البنيه الاساسيه والتحتيه عشان ما يحصلش اي اعمال اخرى بعد ما ندخل، بنبدا نستكشف ايه المهنه اللي بيشتغلوا فيها اهل القريه، ايه افضل اتجاه تنموي او اقتصادي نقدر نمكنهم فيه. فبنلاقي بعض القرى بيشتغلوا في مهنه هي طبعا كلها عماله غير منتظمه، بنلاقيهم في مهن زي الصيد، فبنبدا نشتري مراكب للصيد حديثه بمواتير بادوات صيد بثلاجات حفظ للاسماك، ونعمل على تسويق المنتج من هذه السلاجات. يعني سلاسل القيمه اللي على طول اللي احنا بنشتغل من اول انتاج الاسماك بالمراكب ثم المواتير ثم سلاجات الحفظ ثم تسويق المنتج للفنادق او المطاعم داخل المحافظه. ننتقل الى قرى اخرى نلاقي حرف يدويه وتراثيه من سجاد وخزف ومنسوجات، فده نبدا نشتغل لهم ونعمل مراكز استدامه اللي شرحتها لحضراتكم. قرى اخرى بتشتغل في تربيه المواشي والزراعه، نبدا نشتغل يعني على الموضوع قائم استاذ مصطفى على تنميه الحرف اللي بيقوم بها اهل القريه بالفعل، مش استحداث شكل جديد او تدريبهم على حاجه جديده هم ما عملوهاش قبل كده. خليني اقول لحضرتك احنا الانسب بالنسبه لنا والانسب لاهالينا في القرى ان يكون عندهم خبره طبعًا في مشروع معين، وده بيفرق كتير في الوقت. لكن لو نفترض ان احنا بدانا ننزل بعض القرى، يعني على سبيل المثال في الوادي الجديد هم بيمتهنوا دايما زراعه النخيل والعمل في التكفيف والبلح وغيره من المنتجات، الجريد النخل، وبيشتغلوا على ادوات كتير جدا. لكن بدانا نشوف دلوقتي مؤخرا دوت الاز مثلا بيشتغلوا فيها، والحقيقه احنا محتاجين حرير للمصانع اللي بنشتغل فيها سواء سجاد او كليب او منسوجات يدويه، فبدانا نربط ما بين المحافظات في سلاسل القيمة المضافة، ان هم هنبدا ناخد انتاج الدوت الاز او الحرير من الوادي الجديد، ننتقل الى الاخميم، ننتقل الى البدرشين، الى الفيوم، الى اسوان، عشان نوفر المادة الخام. احنا مش عاوزين نعتمد على الاستيراد،
لان ده بيقلل قيمه المنتج وبيقلل قيمه الربحيه، وبالتالي اعتمادنا على مواردنا الداخليه زي ما السيد الرئيس يمكن اشار في خطابه في افطار الاسره المصريه، ان احنا لازم نشوف البدائل داخل مصر. مصر فيها مواد خام كتير جدا، نقدر نستثمر ده ونعظم الفايده منه عشان خاطر نحقق ربحيه لاهالينا، ونقدر نستمر ان احنا المشروعات دي هتكرر على مستوى ال 4500 قريه. احنا عاوزين كل قريه يبقى على الاقل ذات منتج واحد بنستفيد منهم عشان يقدروا يستثمروا ويصدروا منتجات. طيب استاذ مصطفى، مشروع كبير زي ده زي ما حضرتك ذكرت هيدخل 4500 قريه، بالتاكيد في صعوبات كتيره وتحديات كتيره واجهتكم في القرى، واعتقد ان الصعوبات والتحديات مشتركه ما بين القرى. خليني ده كلام مظبوط فعلا، لكن طبعا هو الموضوع هياخد وقت كبير، لان طبعا في جمعيات من اعضاء التحالف ال 30 بالاتحاد العام للجمعيات الاهليه كلنا بنشتغل في اطار واحد الان، وبننسق بيننا وبين بعض داخل الغرفه المركزيه للحياه كريمه، وبنسجل بياناتنا اول باول، فبالتالي بنستفيد من خبرات بعض. هناك بعض الجامعات تعمل منذ 30 عام، يمكن احنا يمكن بداياتنا ما تكتملش للخمس سنوات، لكن الحمد لله كان عندنا خبره اكثر من 15 سنه في العمل المجتمع والعمل الاهلي، فده اللي قادر الحمد لله يدينا خطوات او قفزات كبيره في العمل تمكين الاقتصادي او المشروعات الاقتصاديه داخل القرى. لكن ايضا الجامعات الشريكه واعضاء المؤسسين للتحالف الوطني عندهم مشاريع كثيره قاموا عليها على مدار العشرات السنين اللي فاتت، بدا يطوروها الان، بدا يكون في منصه للتسويق من خلال وزاره التضامن ووزاره التنميه المحليه، شراكات كثيره هتحصل الفتره اللي جايه من خلال التحالف الوطني، بنبني كمان استراتيجيه واضحه لتسويق المنتجات سواء بمعارض دايمه او بمعارض خارج مصر، والحقيقه احنا المنتج المصري مطلوب لدى الدول الاوروبيه وامريكا وكندا وجنوب افريقيا، كثير من الدول الان بتطلب المنتج المصري، وخاصه العمل اليدوي، يعني الانتاج اليدوي عندنا كمان مميز جدا. كل شغل الهاند ميد ده بالنسبه لكل الدول بره الدول الغربيه مطلوب، ومحتاج منصات واضحه يكون بيعرض عليها، محتاج معارض بتوفرها الدوله الفتره اللي جايه للجامعات الاهليه للعرض. طيب مشروعات تنموية كتيرة لاقت استحسان المواطنين، وكانت ردود الأفعال يعني أكتر من رائعة، لو حضرتك تقول لي كده أبرز هذه المشروعات، والناس إزاي تعاملت مع طرح هذه المشروعات، وإزاي ابتدت فعلا تغير في حياتهم؟ خليني أقول لحضرتك الحقيقة إحنا أكثر من مشروع، يمكن زي ما كنت بدأت مع حضراتكم في المبادرة الرئاسية بره أمان، بنشتغل فيها مع وزارة التضامن دلوقتي على توفير ادوات ومراكب الصيد. ده كثير من الصيادين في المحافظات المصريه، في البرولوس، في المنزله، في الرشيد، في كل المحافظات الواجهه بحري من اول البحيره مرورا بكفر الشيخ للدقهليه، كل المدن الساحليه، الحقيقه اهالينا يعني بيمتهنوا من الصيد ومحتاجين تطوير لادواتهم واماكن لحفظ الاسماك عشان خاطر تحميها من الفساد او الضياع. بننتقل الى النيل، بنلاقي عندنا محافظات كتير جدا زي الفيوم طبعا، بحيره قارون، وده بنشتغل على امدادهم بكثير من الادوات والمراكب، ثم محافظه المنيا، ثم محافظه اسيوط، السوهاج، هنا الاقصر، اسوان، كلها الحقيقه بدانا فيها بمشروعات كثيره، لكن الاكثر دايما اللي بيمتهنوا المهن الزراعيه وتربيه المواشي ده بالنسبه لهم اكبر عدد ممكن بنلاقيه في القرى، وده احنا كمان يعني تنميه الثروه الحيوانيه ومضاعفه الانتاج من الالبان والبتلو ده بالنسبه لنا شيء مهم جدا الفتره اللي جايه، لان ده المفروض ما يحصلش فيه عجز في مصر، وهم كمان قائمين على زراعه الاراضي داخل قراهم، ودايما الدوله عاوزه تركز على الاستفاده من الاراضي الزراعيه وعدم اهمالها والبناء عليها، فده شيء هيخليهم يستمروا في كل المهن. طبعا مهن زي الحرف اليدويه التراثيه ده شيء ان شاء الله بنعيد احيائه تاني حسب طلب السيد الرئيس ايضا في زيارته الاسبوع الصعيد الفتره الماضيه، والحقيقه شاف كم المنتجات المحترمه جدا في اسوان وفي كثير من المحافظات الجنوب الصعيد، وده شيء لازم نعيد احيائه بشكل منظم وعلمي والتنسيق مع كليات فنون تطبيقيه وفنون جميله وبعض الخبراء في هذا المجال، عشان كمان احنا يعني يبقى في تنافس داخل السوق المصري والسوق العالمي
قادرين المنتج بتاعنا يكون بشكل جيد وبشكل تصميمات محترفة ونقدر نسوقه بشكل محترم بكل تأكيد. طيب كأحد سفراء حياة كريمة، إيه الدور اللي بتقوم به من أجل دعم هذه المبادرة والترويج لها كمان؟ الحقيقة يمكن كلنا كسفراء، مجموعة سفراء حياة كريمة، كل في مجاله أو في تخصصه بيبدأ يعمل على الترويج المبادرة. يمكن أنا الحمد لله على مدار الفترة اللي فاتت سواء داخل مصر أو خارج مصر في الزيارات، الحقيقة دايما بكون مجهز كل الإنجازات اللي بتحصل والفيديوهات الموثقة للعمل على الأرض زي ما حكم بتشوفوا، وبيبقى مراسلينكم موجودين معانا على الأرض، العمل ليل نهار 24 ساعة. شباب حياة كريمة سواء المتطوعين أو أعضاء المؤسسة أو أعضاء المبادرة بنشوف إنجاز على الأرض رهيب، لازم يترجم من خلال السوشيال ميديا ومن خلال وسائل الإعلام والصحافة زي ما بيحصل النهاردة مع حضراتكم، بننقل الرسالة على قدر الإمكان، بندعو شركائنا لدعم المبادرة الرئيسية بشكل مباشر. الحقيقة أنا التقيت بأكثر من جمعية على مستوى الدول العربية وأوروبا الفترة اللي فاتت، شرحت الكلام ده في جلسات عامة. دايما بيبقى عندنا حافز، هو مش مجرد لقب، يعني مش مجرد ان هو سفير المبادرة الرئاسية فهو قام بالدور بتاعه، ده ممكن يكون تكريم ولكن هو تكليف، ان لازم كل واحد فينا في مجاله وفي تخصصه، كثير من رجال الاعمال اللي هم سفراء حياة كريمة وشخصيات عامة بيقوموا بدور كبير الحقيقة كمان. لكن لقاءاتنا الدولية والخارجية هي دي اهم حاجة على مستوى شرح لكل الدول الأوروبية أو الغربية إيه الدور اللي بتلعبه الدولة في المبادرة الرئاسية حياة كريمة. مجهود كريم ومجهود كبير بيتم بذله، وإن شاء الله دايما نشوف مردوده سريعا على الأرض ويفرق جدا في حياة المصريين. كل الشكر للأستاذ مصطفى زمزم أحد سفراء حياة كريمة ورئيس مجلس أمناء صناع الخير، شكرا جزيلا لحضرتك.